السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم في الأولين والآخرين وكل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. ناخد بقى يا جماعة كده هو بالترتيب عضلة عضلة في المسلز of the front of the forearm. أول عضلة يا جماعة في الـ superficial group of the front of the forearm والموست lateral muscle، عضلة مبططة عشان كده قالوا عليها تيرس. والعضلة دي المين أكشن بتاعها إنها بتعمل برونيشن، عشان كده نسموها برونيتور تيرس. البرونيتور تيرس دي يا ترى إيه الأورجن بتاعها؟ الأورجن بتاعها طالعة من مكانين، يبقى ليها two heads. هيد طالعة من الهيومرس، فيتقال عليها هيومرال هيد أو سوبرفيشال هيد. ليه؟ لأن الهيد التانية يا جماعة ديب ليها، فتبقى الهيد التانية دي ديب هيد، والهيد التانية دي طالعة من الألنا، عشان كده هو اسمها ألنر هيد أو ديب هيد. السوبرفيشال هيد أو هيومرال هيد دي طالعة من الكومن فليكسور اورجن اللي احنا متعودين عليه، اللي هو الفرونت اوف ميديال ايبيكوندايل، وزي ده بقى حته كده وان طالعه لفوق كمان، طالعه من اللور بوردر اوف ذيس ريدج، ريدج فوق الكوندايل، تبقى اسمها ايه؟ تبقى اسمها ميديال سوبرا كوندايلر ريدج. وطبعا قلنا عليها ميديال عشان افرقها من اختها اللاترال اللي عينها الثانيه. احنا الهيومرال هيد او السوبرفيشال هيد طالعه من الكومن فليكسور اورجن اند ذا لوور بارت اوف ميديال سوبرا كوندايلر ريدج، ودي اهي السوبرفيشال هيد او الهيومرال هيد. ديب ليها بقى في الالنر هيد اهي اللي هي ديب هيد، طالعه من الميديال اسبيكت اوف ذيس بروسيس. البروسيس اللي طالع لقدام ده من القلنا اسمه كورونويد بروسيس، فدي طالعه من الميديال اسبيكت اوف ذا كورونويد بروسيس. والتو هيدز بقى ماشيين داونورد اند لاترالي عشان يبقوا انسيرتد في راف اريا، في نص بالظبط، في النص بتاع اللاترال سيرفيس اوف ذيس بون. طبعا البون دي ال راديوس، هي inserted في rough area في middle of the lateral aspect of radius. في بعض الناس بتوع الاناتومي بيقول لك على الحتة الخشنة دي اللي inserted فيها البرونيتور تيرس بيقولوا عليها برونيتور تيبوروزتي. نبص لها يا جماعة، يلا بقى شد الانسيرشن ناحية الأورجن، هتعمل ايه؟ طبعا المين اكشن للعضلة ده هي انها هتروح شد الراديوس ميديالي. لما تشد الراديوس ميديالي تبقى عملت كروسنج، الراديوس بقت عامله كروسنج للألنا، ودي الحركه الشهيره اللي اسمها البرونيشن. فالسبيسيفيك اكشن اوف برونيتور تيرس برونيشن. زائد بقى من الكومن اكشن، المجموعه كلها يا جماعه معديه ان فرونت اوف ذا البو، فهي ويك فليكسور للالبو. ده منظر تاني حلو جدا جدا للبرونيتور تيرس، السوبرفيشال هيد اللي هي الهيومرال هيد، ومن الميديال اسبيكت اوف ذا كورونال بروسيس طالع لك ال ديب النر هيد. وبين لك بقى في الصوره دي حاجه مهمه جدا جدا، وفي الصوره دهيا حاجه مهمه قوي قوي قوي. دول يا جماعه التو هيدز اوف برونيتور تيرس، سوبرفيشال هيد وديب هيد، وخارمهم معدي في النص ما بين التو هيدز ميديان نيرف. وعشان كده هو اكيد النيرف سبلاي زي ما انتم عارفين، اي نيرف خرم اي عضله لازم هيغذيه، فالنيرف سبلاي طبعا بتاع البونيتور تيرس زي معظم المجموعه سبلاي بالميديان نيرف. الحاجه اللي هنزودها بقى الميديان نيرف عدى ما بين التو هيدز، وايه بقى اللي تحت ده؟ وان اللي تحت ده يا جماعه ارتري معدي ديب للبرونيتور تيرس. الارتري ده اسمه النر ارتري.
الالنر ارتري اهو معدي ديب للبرونيتور تيرس. فانت معاك برشامه في الامتحان في الريليشن سهله جدا، ولو عندكم في الكتاب ما لقيتوش الريليشن دي عديها وما تمكش، لانها اكيد هتتكرر في النيرف والارتري اما تاخدها. بس انا بجمع التجميعه عشان تبقى التجميعه دي قدامك وتفيدك بعد كده في الارتري والنيرف لو الكتاب بتاعك ما فيهوش الريليشن ده. فادي التو هيدز اوف برونيتور تيرس سوبرفيشال وديب اللي هم هيومرال والنر هيد يعني، ومعدي ما بين التو هيدز الميديان وديب للبرونيتور تيرس بالتو هيدز بتاعتها معدي لك النر ارتري. برضه منظر جميل جدا للبرونيتور تيرس احب ان انت تشوفه ده. الاورجن بتاعها جميل جدا اهو باين لك من الفرونت اوف ميديال ابيكوندايل واللور بارت اوف ميديال سوبرا كوندايل ريدج. انسيرشن في الحته الخشنه اللي في نص الريدياس بالظبط على اللاترال سيرفيس اللي ممكن يتقال عليها برونيتور تيبروزتي. شد الانسيرشن ناحيه الاورجن بقت الريدياس عامله كروسنج للالنا، عشان كده سموها برونيتور ومبططه هي حلوه تبقى تيرس. والبرونيتور تيرس ده هي اهي بالمين ريليشن بتاعتها. الميديان نيرف معدي ما بين التو هيدز وديب للعضله الارتري ده اللي اسمه الالنر ارتري. في حاجه بقى فاضله في الريليشن، البرونيتور تيرس دي تمثل الميديال باوندري اوف ذيس فوسا. في فوسة هنا يا جماعة in front of the elbow. الفوسة اللي in front of the elbow دي اسمها cubital فوسة. الكيوبيتال فوسة دي اهي شايفين مين يا جماعة الميديال باوندري بتاعها؟ ده الميديال باوندري لان كده ميديال، ده الصباع الصغير هنا. فده يا جماعة الميديال باوندري of cubital فوسة، يبقى مين؟ البرونيتور تيرس. ماشي. في حاجة برضو كمان في الريليشن مهمة يا جماعة نشوفها في الرسمة الجميلة ده. هي المكان ده بتاع الانسيرشن، شايفين ما احنا انسيرتين هون عند النهاية خالص بتاعة العضل في الراف اريا دي اللي على اللاترال اسبكت اوف ريدجز، معدي هنا هون نيرف وارتري. الارتري اللي معدي هنا هون بذمتك على الريدياس هيبقى مين؟ مش دي الريدياس؟ فالارتري اللي معدي على الريديس هيبقى اسمه ايه؟ راديال ارتري، ومصاحب ليه النيرف اللي اسمه سوبرفيشال راديال نيرف، فبرضه راديال. فانت معدي نوعاً اتنين اخوات راديال، تشوفهم حلوه قوي في الرسمه دي، شايفين الاتنين ده الراديال ارتري اهو، وهو نازل بقى كده اهو في الفور ارم معدي على نهايه البرونيتور تيرس. دي البرونيتور تيرس اهي السوبرفيشال هيد انا قاطعها، ومبين لك بقى الديب هيد وهي معدي ما بين السوبرفيشال الميديان نيرف، معدي ما بين السوبرفيشال والديب هيد وبرونيتور تيرس. وعند الانسيرشن معدي الراديال ارتري ومعاه اخوه السوبرفيشال راديال نيرف، فالاثنين راديال، فهنا هو الاخوات راديال عاملين كروسنج لنهايه العضله. ماشي. راديال ارتري والسوبرفيشال راديال نيرف. ده يا جماعه بالنسبه لاول عضله عندنا اللي اسمها البرونيتور تيرس. نيجي بعد كده هون للعضله نمره 2 السهله بنت الحلال دي، الاموره. العضلات اللي متوضبه دي اهي كده هون، ده البرونيتور تيرس. خش على الميديال اسبكت تقابلك على طول العضله دي اللي ناحيه الراديوس اللي اتفقنا اسمها فليكسور لانها تبع المجموعه كلهم فليكسورز، وكارباي عشان بتاثر على الكاربال بون والريست جوينت، وانسيرتد في الميتا كاربال بون فتبقى كارباي، وعشان على اللاترال اسبكت ناحيه الراديوس تبقى ريدياليس. فليكسور كارباي ريدياليس. الفليكسو كارباي ريدياليس دي بنت حلال واموره خالص. احلى رسمه ليها دي يا جماعه.
دي بنت حلال. كل العضلات على فكرة احنا كنا اتفقنا معظمهم في المجموعة دي ليها تو هيدز، دي بنت حلال، لا ليها في التو هيدز ولا انها تطلع من كذا مكان ولا بتاع، دي طالعة من الكومن فليكسور اورجن بس، فرونت اوف ميديال ابيكوندايل، ونازلة اهي بقى رايحة ناحية الراديوس، عشان كده سموها فليكسور وريدياليس، ورايحة انسيرتد بقى، ده سر الايه الكارباي في الاسم بتاعها، نزل التندون بتاعها عدى قدام الكاربال بون، وما دام عدى على الكاربال بون يبقى هيأثر على الريست جوينت ويأثر على الكاربال بون، فعشان كده سموها كارباي. والتندون نازل عشان يبقى انسيرتد برضو في كارباي، في الميتا كاربال بون. الميتا كاربال بون بقى اللي هم مين؟ انسيرتد، عد معايا، مش ده نمره واحد بتاع الصباع الكبير؟ انسيرتد في مين ومين؟ انسيرتد في السكند والثيرد ميتا كاربال بون. الاكشن بتاعها ايه؟ كومن اكشن، كومن اكشن دي معديه ان فرونت اوف ذا البو، فهي ويك فليكسور للالبو، و واحده من المين فليكسورز اوف ذا ريست، لان في قاعده بتقول لك دايما المين اكشن اوف ماسل بيكون على العظمه اللي احنا انسرتد فيها، ومدام اما يكون المين اكشن على العظمه اللي انا انسرتد فيها يبقى المين اكشن بيكون على الموست ديستال جوينت اللي انا معدي عليها، فانا عديت صحيح على اتنين جوينت، على البو وعلى ريست، بس المين اكشن هيبقى على مين؟ المين اكشن هيبقى على الريست اللي هي الديستال جوينت. يا جماعه واحده من المين فليكسورز اوف ذا ريست. طيب ده كده كومن اكشن عادي، فليكشن اوف البو، فليكشن اوف ريست، بس خد بالك دي مين فليكسور للريست. طب لو احنا شدينا على الهاند دلوقتي، مش الميتاكاربال ده في الهاند، لو شديت على الهاند انا كده بشد على العظم اللاترال، كده انا هاخد الهاند لاترال ولا هاخدها ميديال؟ طبعا ما دام انا بشد على العظم اللاترال يبقى انا هاخد الهاند لاترال ناحيه الراديوس، ناحيه الراديوس يعني بعيد عن الميدل لاين، كنا ناخدها بعيد عن الميدل لاين يبقى ده ابدكشن اوف ذا ريست، او بيتقال عليها كمان سيمبلي انت بتاخد الهاند ناحيه الراديوس، فبيتقال عليها كمان راديال ديفيشن، فاحفظ زي ما تحفظها راديال ديفيشن، او هي ابدكشن، وانا بفضل دايما راديال ديفيشن عشان هي اسمها فليكسو كارباي راديالز، والاكشن بتاعها راديال ديفيشن، والنيرف سبلاي بقى طبعا بتاعها مش هقول لك عليه لانها زيها زي المجموعه سبلاي بالاخ اللي اسمه ميديان نيرف. بعد الفليكسو كارباي راديالز في عندي العضله الاموره دهيا، برضو عضله سيمبل خالص، ما فيهاش في العوج ولا اطلع من كذا عظمه ولا الكلام ده، هو بتطلع هي من الكومن فليكسور اوريجين بس. العضله دي اللي اسمها بالمارس لونجس، هي لونجس عشان لها فيري لونج تندون. وايه بقى الاوريجين بتاعها؟ زي ما اتفقنا الاوريجين بتاعها كومن فليكسور اوريجين فرونت اوف ميديال ابيكوندايل، والانسيرشن بتاعها فين بقى؟ في البالم اوف ذا هاند. التندون بتاعها في الاخر كده هون بقى يا جماعه، بتبص تلاقيه بقى مبطط وعمل لك تندون عريض. التندون العريض ده هو يا جماعه في البالم اوف ذا هاند، في البالم، عشان كده نسموها بالمارس، وهي انسيرتد ان هو في سيكنينج باند اوف دي فاشيا اسمه بالمر ابونيوروزس، والبالمر ابونيوروز ده بيتحد معاه التندون العريض قوي دون بتاع العضله دي ويعمل لك ابونيروز، ابونيروز يعني برود فلات تندون. فاحنا انسيرت ده هو يا جماعه في الابونيروز المثلث دون او الحته يعني اللي موجوده منه في الايبكس بتاعه. فاحنا من طالعين كومان فليكسور اوريجن انسيرشن في الايبكس بتاع البارمر ابونيروز، و
العضله دي على فكره may be absent، ساعات ما تكونش موجوده. الاكشن بتاعها دي بنت حلال خالص، weak flexor of elbow، وبتعمل كمان طبعا معديه in front of the wrist، بتعمل flexion in the wrist. ويبقى دول اول ثلاث عضلات عندنا في السوبرفيشال جروب: برونيتور تيرس، فليكسور كارباي ريدياليس، والبلماريس لونجس. ماشي، ونكمل بقية العضلات في الفيديو القادم بإذن الله. Thank you for good listening and good luck.